الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضرتك عزيزي. كل سلسله ناجحه بتلاقي الناس بيعملوها ثلاث اجزاء، دايما بيقفل بالجزء الثالث، واحنا الحمد لله عملنا رد فعل على استقبال اوكلاند سيتي في المغرب، وعملنا رد فعل على استقبال الاهلي في المغرب، ولسه مستنيين الهلال السعودي في المغرب. ودلوقتي هنتكلم على استقبال الاهلي في الفندق. بصراحه انا عجبني الفيديوهات بتاع استقبال الاهلي في الفندق، لا والله عجبتني جدا، وعجبتني جدا فكره كابتن زكريا نصر ماسك بتاع السجاج وقاعد يلعب بيه، اللي هو يا معلم. لا في اجواء مرحه، يا اسطى اجواء مرحه، اجواء لذيذه. بالنسبه للناس اللي هم بيتكلموا على الاكل دول، اصل في ناس كده قال لك ايه، قال لك يا جدع المغاربه بيستقبلوا الناس بالاكل، اللي هو باشا يا باشا انت كنت بتقول ان انت بتدي ازاز ميه ببلاش، لا انت ناسي ولا ايه حضرتك؟ لا يقول لك ايه، اصل المغرب فخورين بالاكل، الاكل إيه؟ ده كله فوتوشوب، فوتوشوب والله العظيم، يقول لك كل ده فوتوشوب، اللي هو يقول لك استقبال اوكلاند سيتي كان فوتوشوب، موضوع المطار وموضوع مطار طنجة وموضوع القاعه بتاع الفي بي اللي كانوا مظبطين اوكلاند سيتي حرفيا. لا يا باشا والله ده فوتوشوب حضرتك، اللي هو فوتوشوب مين بس يا ابن اللذين. لا لحد بقى موضوع الاستقبال بتاع الاهلي ده، قال لك احنا نصور الاهلي في الفندق، والله قال لك نصور الاهلي في الفندق. وزي ما انت شايف عزيزي بسم الله ما شاء الله، يعني استقبال رائع جدا، واستقبال فيه كرم ضيافه، كرم ضيافه من غير ما يفضل يبقى يقول لك ايه انا كريم على فكره انا كريم، لا ده استقبال كرم ضيافه والله العظيم، وما تدوا له اي حاجه، دي حاجه تليق بالمغرب، دي حاجه تليق بالمغرب، وحاجه تليق فعلا باخلاقيات الشعب المغربي واحترام الشعب المغربي. زي ما انت شايف كده عظمه حرفيا، والله العظيم استقبال عظيم جدا كتنظيم، استقبال عظيم كتنظيم، واستقبال وتأمين بعثة الأهلي من المطار مطار طنجة للفندق اللي هو واحد من أفضل وأفخم الفنادق اللي موجودة في المغرب حرفيا، والفندق ده هيكون فيه الأهلي وبعثات كأس العالم للأندية علشان خاطر المغرب تبين للناس ان انا مؤاخذة يعني، انا عندي فنادق واه عندي بنية تحتية قوية، وهي دي البنية التحتية القوية وهي دي الثوابت اللي عندي اللي انا بحاول ابني عليها، موضوع صرافة البطولات، عشان موضوع صرافة البطولات ده مش اي حد يقول لك عايز استضيف وعايز استقبل وعندي شبكات متر وعنده شبكات تكاتك والكلام الحلو ده، لا يا باشا لا مؤاخذة يعني المغرب تمتلك، يا باشا المغرب تمتلك، المغرب تمتلك بنية تحتية، تمتلك بنية تحتية، تمتلك علاقات، تمتلك علاقات، تمتلك ملاعب جيدة، تمتلك ملاعب جيدة جدا، فانت بتتكلم